أنا استقبلني فخامة الرئيس لأنقل لفخامته رسالة تقدير وتحية من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن أنقل لفخامته رسالة خطية متصلة بآخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة والجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف قانوني حول الملء وتشغيل السد يلبي طموحات ثلاثة شعوب مصر وإثيوبيا والسودان. تأتي زيارتي إلى تونس في آخر جولة لدول أعضاء مكتب الاتحاد الأفريقي ورئاسة الاتحاد الأفريقي والدول الممثلة للقارة الأفريقية في مجلس الأمن، وبالتأكيد تونس تلعب هذا الدور باقتدار شديد على مدى تقريبا العام ونصف الماضيين. نحن نسعى إلى استمرار التفاوض وإلى استئناف هذه المفاوضات خلال الفترة الوجيزة القادمة حتى نتجنب أي أثار سلبية تقع على كل من مصر أو السودان، وحتى نتجنب أي توتر يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في شرق أفريقيا وأيضا على مستوى الإقليمي والدولي. من هنا يأتي أهمية الدور التونسي في تحمل مسؤوليته مع أعضاء المجتمع الدولي لتجنب هذا من خلال العمل على دفع الأطراف إلى التفاوض وإلى إبداء المرونة، ومصر أبدت المرونة في كافة المراحل.